في السوق السعودي جميع الأنظار تترقب وتنتظر إعلان شركة أرامكو السعودية عن نتائجها للربع الثاني من هذا العام. التقديرات تشير إلى أن الشركة ستحقق أعلى ربحية منذ إدراجها، وهذا مع العلم بأن نتائج الربع الأول كانت جدا إيجابية وفاقت التوقعات مع ارتفاعات أسعار النفط وزيادة الإنتاج. دعونا نلقي نظرة على التفاصيل المتعلقة بالتقديرات وماذا نراقب في نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني من هذا العام. تاريخ الإعلان عن النتائج سيكون في 15 أغسطس 2022، والإعلان عن النتائج الرئيسية بشكل عام وتوزيعات الأرباح سيكون في 14 أغسطس المقبل. بالنسبة للأرباح الصافية المتوقعة نتحدث عن توقعات بنمو ب 65%، وهذا يعني بأن الشركة قد تحقق أعلى أرباح ربعية منذ الإدراج. نذكركم بأن الشركة عندما أعلنت عن نتائجها للربع الأول وكانت طبعا قياسية كما شهدنا بالنسبة لكل شركات النفط العالمية الأخرى، كنا نراقب بعض المعايير المالية المتعلقة ببداية الفري كاش فلو أو التدفقات النقدية الحرة. عن الربع الأول الشركة أعلنت عن ارتفاع بالفري كاش فلو ل 31 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وهذا يعتبر من الأعلى عالميا يعني بالمقارنة مع شركات النفط العالمية الأخرى. ولكن على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدناه في الفري كاش فلو، الشركة حافظت على الديفيدند بوليسي الخاصة بها وسمح لها هذا التدفقات النقدية الحرة الكبيرة بتخفيض الليفرج أو المديونية، والتي تراجعت من مستويات 14% بديسمبر إذا ما نظرنا للدت تو إكويتي لنهاية شهر مارس سجلت دت تو إكويتي ب 8%. وبالتالي عندما نتحدث عن المعايير المالية الخاصة بشركة أرامكو لا نتحدث فقط عن أرباح قد تكون قياسية بالمقارنة مع شركات النفط، ولكن أيضا المعايير المالية الخاصة بالفري كاش فلو، الدت تو إكويتي، الليفرج، الديفيدند بوليسي، كلها هي معايير مالية ستكون هي قياسية إذا ما قارناها بشركات النفط الأخرى. أما بالنسبة للمواضيع والملفات الأبرز التي نراقبها بالنسبة للنتائج، طبعا بالربع الثاني كان متوسط الأسعار بالنسبة لسعر النفط بحدود $100 لكل برميل، وهذا أمر سيكون طبعا قد دعم نتائج الشركة بشكل كبير. وكان لدينا طبعا الأبرز بأنه في تحسن كان بالبيئة الاقتصادية إلى حد ما، وهذا بيكون أعطى أيضا الدعم بالنسبة لنتائج الشركة. هذا هو سهم أرامكو بالمقارنة مع خام نايمكس. طبعا هنا نراقب أنه طبعا التحركات هي فيها الكثير من النوع من التزامن أو الكوريليشن المرتفع ما بين الاثنين. أما بالنسبة لمكررات الربحية، السوق السعودي عم بيتداول على هيستوريكال أو تريلينج بي إي ب 19 في المرة، وبالنسبة لسهم أرامكو تقريبا أيضا 19 مرة. مكرر ربحية الشركات الأخرى العاملة في هذا القطاع عالميا بالنسبة لشال عم نتحدث عن 8.7 مرات، أكزن أعلى، أكزن على 14 مرة وشيفرون على 13 مرة. ولكن أعود وأذكر بأنه التفاصيل المالية الخاصة بشركة أرامكو بما يتعلق بمستويات التدفقات النقدية الحرة، بموضوع الديون، هي تعتبر جدا قياسية بالمقارنة مع هذه الشركات. وعلى كل بالربع الثاني سنراقب أيضا بعض الملفات المتعلقة بالاستثمارات، الكابكس، قديش الشركة عم بتخصص بادجت للكابكس لا تستثمر، وخصوصا بأنه لدينا مستهدفات أنه نزيد القدرة الإنتاجية والكاباسيتي لمستويات 13 مليون برميل. بالنسبة لآخر التطورات والأخبار التي تابعناها بالنسبة لشركة أرامكو، كان لدينا موضوع زيادة رأس المال والتوزيعات النقدية عن الربع الأول اللي كانت ب 18.8 مليار دولار، على الرغم من أنه الشركة كانت تستطيع أن ترفع من التوزيعات النقدية إلا أنها تمسكت بنفس التوزيعات وقامت بتخصيص هذه السيولة لملفات أخرى، وكان من ضمنها أن تخفض الليفرج الخاص فيها. وتصريحات ولي العهد السعودي بأنه حاليا لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج على خلفية زيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة في محاولة لبحث ملف الطاقة مع المملكة العربية السعودية وضخ المزيد من النفط. ولكن كما سمعنا من ولي العهد، لا يوجد لدينا أي سبير كاباسيتي جاهزة بالنسبة لأرامكو لإدخالها مباشرة في السوق. ولكن ولي العهد تحدث عن الخطة المتوسطة الأجل بأنه قد يكون لدينا أو سيكون لدينا زيادة للقدرة الإنتاجية ل 13 مليون برميل. إذن هذه أبرز الملفات التي نتابعها بما يتعلق بالنتائج المرتقبة لشركة أرامكو السعودية.